السلام عليكم أيها التلاميذ، تلاميذ المستوى الأول والمستوى الثاني ابتدائي. خلال هذا الفيديو سأقدم لكم شهور السنة الهجرية وعددها 12 شهرا. إذن تابعوا معي. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. إذن هذه هي شهور السنة الهجرية بالترتيب. يمكنكم تحميل ملف في وصف هذا الفيديو ومراجعتها في أي وقت. وشكرا لكم على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.